تاني ان الحالات اللي احنا شفناها في ناجع سندل في العلاقات في قوس هي كلها حالات بسيطه، الحالات كلها بتاخد علاج في المنزل. طب هل في علاج معين؟ طب هل في لقاحات الشخص ممكن ياخدها ولا في علاج بادويه معينه؟ لا، هو علاج نوعي، يعني هو علاج خافض للحراره فقط، علاج مسكن للالام فقط، وراحه تامه، او بيقعد المريض من 4 ل 5 6 ايام وبيخف. طب هل زادت الحالات؟ يعني لما كنا بنتكلم مع حضرتك كنا بنتكلم على قرابة 150 حالة، هل احنا الحالات في ازدياد ولا في نقصان؟ احنا الحالات طبعا، عشان زي ما قلت حضرتك، مش كل ما حد هيبقى عنده اعراض بقى بنعمل له عينات. احنا الحالات دي هي دي حاجة موجودة، والحالات دي نتيجة الاجراءات اللي بتتعمل، في حالات بتخف، ممكن في حالات بتظهر تاني جديدة. طبعا ده اجراء بياخد له يعني ايه وقت، طبقا طبعا فتره الحضانه في المرض. وممكن يعني امتى ينتهي هذا الانتشار لحمى الدنك مثلا من هذا النجع بالذات؟ لا، احنا هناخد لنا حضرتك كده في النجع دوت، هناخد لنا حضرتك يعني من يعني اسابيع، يعني من اسبوع لثلاث اسابيع في الرينج دوت كده، عشان احنا بنتكلم بنتكلم على بعوض، وبنتكلم على البعوض ده بيبقى حامل للمرض، وبنتكلم على فترة حضانة، والبعوض ده بيقعد حامل للمرض لحد طول فترة حياة البعوضة. هل يعني هنا احنا بنتكلم على انتشار المرض لنجوع وقرى مجاورة؟ لا، لان انتوا كاتبين انه بعض الاعراض، بعض الحالات ظهرت في مدينتي سفاجة والقصير. لا، سفاجة والقصير يا فندم كانت حاجة موجودة من قبل كده، واحنا متابعين الموقف دوت وبنعمل اجراءاتنا فيها، والحمد لله الحالات اللي موجودة في سفاجة بدأت قلت خالص عن الأول. احنا متابعين على فكرة كل الإجراءات اللي احنا بنعملها، فهي أيضا حمى الدنك اللي كانت في سفاجة والقصير. بالظبط يا فندم. والحاجة التانية، واحنا قلنا كده، وضحنا كده، الوزارة وضحت كده في البيان الإعلامي بتاعها، واللي عاوز أقول لحضرتك كمان، احنا بتتكلميني على حضرتك بقية الحاجات القرى اللي جنبيها، فاحنا عندنا خدنا مش بس القرية اللي احنا بنشتغل فيها العلاقات بس، أو نجع سندل بس، لا، احنا خدنا كمان القرى في نطاق من 5 ل 7 كيلو، اللي هي قرية الكلاحين دي اللي على حدود إفط، وبعد كده كفر العمدة والحجيرات وحجازة، احنا شفنا ده بنفسنا، وبنعمل إجراءاتنا مش في القرية دي بس، بنعمل إجراءاتنا في القرى المحيطة بالقرية ديت.